remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب محاضرة اليوم مهمة جدا جدا جدا. ليش؟ اظني عندنا كلمات تقريبا مهل 80 كلمة، اذا حفظتوا معانيهن اليونت كله راح يكون سهل عليكم. اوكي، المنهج الجديد اللغة الانجليزية يعتمد على المعنى، عندك معنى تعرف الجواب مرتاح، ما عندك معنى شوية عندك مشكلة. اوكي، بسم الله نبلش. اول كلمة رقم 1 crime scene، مسرح جريمة. رقم 2 solid، صلب. 3 fingerprint، بصمات. 4 supervise، يشرف على. 5 footprints، آثار أقدام. 6 beeping sound، صوت تحذير. 7 metal detector، كاشف معادن. 8 officer، ضابط. 9 radar speed gun، مسدس كشف السرعة أو كاشف السرعة. 10 official، رسمي. 11 security، أمن. 12 civilian، مدني. 13 security camera، كاميرا مراقبة. 14 civilian job، وظيفة مدنية. 15 arrest، يعتقل. 16 criminal، مجرم أو جنائي. 17 commit a crime، يرتكب جريمة. 18 pain killers، مسكنات أو مهدئات. 19 follow the law، يتبع القانون. 20 speed limit، سرعة محددة. 21 investigation، تحقيق. 22 speeding tickets، تذكرة سرعة. 23 pickpocket. 24 speeders. طلاب هاي المجموعة الأولى، ورقة وقلم واحفظوهن. كمل المجموعة الثانية. 26 witness، شاهد. 27 join، يلتحق أو يربط. 28 baggage، أمتعة. 29 obey، يطيع. 30 helmet، خوذة. 31 let، يسمح أو يدع. 32 declare، يعلن أو يصرح. 33 reliable، موثوق أو معتمد. 34 unattended، بدون مرافق أو متروك، مهمة هاي الكلمة. 35 responsibility، مسؤولية. 36 dispose of، يتخلص من. 37 security guard، حارس أمن. 38 get rid of، يتخلص من. 39 value، قيمة. 40 break، مكابح، يعني بريكات مال السيارة. 41 valuables، أشياء ثمينة. 42 branch، فرع أو جزء. 43 sentimental values، قيمة عاطفية. 44 x-ray machine، جهاز الأشعة. 45 seat belt، حزام الأمان. 46 detect، يحدد أو يكشف. 47 conveyor belt، حزام ناقل. 49 essential، ضروري. 50 look for، يبحث. 51 identify، يعرف أو يشخص. 52 evidence، دليل. 53 in the ignition، هاي كلمة مهمة طلاب. in the ignition، في فتح التشغيل السيارة، يعني مكان لسويتش. 54 military، جيش أو عسكر. 55 install، يثبت أو ينصب. 56 tool، أداة. 57 license plate، لوحة أرقام السيارة. 58 common، شائع. 59 lock، قفل أو يقفل. 60 law، قانون. طلاب هاي المجموعة الثانية، نكمل المجموعة الثالثة والأخيرة. maintain، يحافظ على أو يصون، يعني عملية صيانة. enforcement، القانون. information، معلومات. 63 occurred، حدث. 64 radio waves، موجات راديو. 65 slept،
تزحلق 66 كالكوليت يحسب 67 انجيرد أصيب أو جرح 68 ميجر يقيس 69 بروبرتي ممتلكات 70 مستيكس أخطاء 71 أليرتد أنذر أو نبه 72 فاين طلاب ركزوا على كلمة فاين إلها معاناة 2 غرامة أو جيد 73 روبت سرقة 74 تشيك يفحص أو يتأكد 75 فيكس يصلح 76 ريبير يصلح كلمتين بمعنى واحد 77 ريجولاري بانتظام 78 تيك انتو اكاونت يأخذ بالحسبان 79 فيكال مركبة 80 باونس باج يرتد 81 weather prediction تنبؤات الطقس. طلاب ذني مهمات جدا جدا تحفظوهن سيطرون على اليونت الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.